كنا في فقرة الأغاني وطار علينا الموضوع وعليه البث الأول كله طار. طيب كنت بس أبغى أسأل ريم إذا ممكن ترد علي، هل عندك مخاوف من الغربة ومن الابتعاد لمدينة أخرى وعن أهلك؟ لأن الأغنية اللي قلتيها تتكلم عن الغربة، وأنتي يعني سويتي منشن كثير لموضوع الانتقال لمدينة ثانية. طيب ريم دخلت الجامعة تربية أطفال عشان تكون معلم صف، تحس إنها أقل من قدراتها وما لها خيارات، واستمرت عشان أهلها. أول سنة رسبت ولأنها ما تدرس، تقول لي إن هذا مش شغفي. السنة الثانية الآن هي في السنة الثانية وجاها نفس الشعور وتقول نفس المشكلة. فأنا سألتها عن الخيارات اللي موجودة عندها، فتقول أنا أحب التغذية واحب الاغاني. ما شاء الله صوتها جميل، بس انا ما يعني ما مش يعني ما عندي القدره اني انا احكم يعني على امكانيه انه هيكون هذا احتمالك الافضل او لا. والتغذيه يتطلب ايضا سفر لمدينه اخرى، والغناء ايضا يتطلب سفر لمدينه اخرى. تقول ما عندي امكانيه ماديه لهذا الشيء. فهي تزال تقول كيف اطلع من هذه السنه يعني اطلع من فكره الفشل، واطلع من فكره انه هذا التخصص أقل من قدراتي، وعندي شوية خوف بسيط، خوف الموضوع. ريم أول شيء يعني ما شاء الله يعني صوتك بالنسبة لي جدا جميل، يعني لو كان عندي هذا الصوت على طول أنا صرت مغنية وخلصت الموضوع. شوفي أنا أبغى أتكلم عن قصة جدا مهمة أو موضوع جدا مهم، وهو يعلق فيه كثير من الناس، وهو يعني خلنا نقول أغلب الناس اللي متعطلة أهدافهم عالقين بنفس القصة اللي أنت عالقة فيها، إنهم هم لما اختاروا مثلا كان عندهم مجموعة أشياء اختاروا الشيء الغلط، اختاروا الشيء الغلط، بعدين ما قالوا خلاص هذا غلط باخذ الصح وخلص الموضوع، لا استمروا يحاولون يسوون ديل مع هذا الشيء اللي مش مناسب. كي هو كي هو كي لا بيصلح يوم من الايام، بيضبط يوم من الايام، بيصلح بيضبط ما اعرف ايش، بينزل ملك يضبط لي الموضوع، بسوي كذا، بلف كذا، بعدل الموضوع بهذه الطريقه، ويستمرون يعانون في طريق الهدف. ايش اللي ينتج عن طريق الهدف المليء بالعثرات؟ ينتج شعور خوف، شعور بقله الاستحقاق، شعور بأنه أنا مش كفاية، شعور بالغضب. يمكن أنت يا ريم لسه ما وصلت حالة الغضب، بس راح توصلين يوما ما، راح توصلين بالغضب، راح توصلين حالة الغضب إنه ليش أنا في مكان أقل من استحقاقي، لا أنا أبغى كذا وأبغى كذا. ممكن تشعرين بالعار إنه أنت أنا في مكان يعني ما يليق بمقامي، أو لما تقولين هالشيء تحسينك أنا معلمة، أنا تخصصي أطفال، تخصصي أطفال، يعني تحسين أنه أنت متفشلة وتشعرين بالعار، خوف، شعور بالفشل، هذه كلها من وين جت؟ من الطريق الخطأ، من الطريق، من الهدف الغلط. ترى أنا ما أتكلم فقط لريم، أنا أتكلم لكل شخص يسمعني ماشي في طريق غلط. كل هالشعور راح يجيك، شعور بالعار أنه أنت في المكان الغلط، أنه يا فشلة، أنه أنا ما أستحق هالمكان، انه انت خايف لانك ما تدري ايش بيصير، ما تدري وش، انه انت غاضب لانه انت معصب، انه انت لا مو هذا مكاني، لا ما يصير هذا الشيء. طيب هذه المشاعر كلها هذه المشاعر، لخبطت المشاعر هذه كلها، وين بتروح؟ وين بتروح؟ وين بتوديها؟ كل لخبطت المشاعر هذه وين بتروح؟ لازم تجاوب، لازم تجاوب مشاعرك التعبانة اللي نتجت من وجودك في هدف غير صحيح لك أو في طريق غير مناسب لك. وش بتسوي فيها؟ وش بتسوي فيها؟ كل يوم ترجع البيت بتسوي تنظيف، وش بتسوي فيها؟ مشاعر العار والخوف والغضب والحزن والقلق والتوتر، وين بتروح هذه المشاعر؟ وين بتروح؟ موجودة، موجودة، وهذه المشاعر كلها عايشة حولك، كلها في دائرتك، كلها طوال الوقت تجذب لك الحدث اللي يجذب العار، تجذب لك الحدث اللي سبب لك الخوف، تجذب لك الحدث المؤلم، تجذب لك الحدث المقلق. وبذلك
الأشخاص اللي يستمرون في الطريق الخطأ ويقاومون يجذبون مزيداً من الطرق الغير مناسبة. ما أقول الخطأ، الطرق الغير مناسبة. يعني بالنسبة لريم ممكن واحدة ثانية منيرة معانا تقول والله هذا أحسن تخصص بالنسبة لي، فما لها دخل، ما أقدر أقول التخصص غلط، أقدر أقول إنه الطريق غير مناسب أو التخصص غير مناسب. لذلك تذكر دائماً وأنت تمشي في طريق مو طريقك، وأنت تمشي في هدف مو هدفك، كل المشاعر اللي تنتج عن هذا الهدف راح تدمرك. مش الهدف اللي راح يدمرك، المشاعر الناتجة عن الطريق. طريق يعني مليان بالألم، طريق مليان بالحزن والأسى والعار والخوف والغضب. في النهاية تستمر تجذب نفس الأشياء، تستمر تجذب نفس الأشياء. أوكي، خلنا نسوي داونلود يا ريم على أرض الواقع. إيش الخيارات اللي قدامك؟ في خيار في المدن الثانية، الخيارات اللي موجودة موجودة في المدن الثانية وتحتاج إمكانيات مادية وأنا ما عندي إمكانيات مادية. طيب خلينا نفكر بطريقة مختلفة. ماذا لو كان خيار إنه أنت تشتغلين لما تحصلين إمكانيات مادية لما تروحين تدرسين؟ هل هذا الخيار موجود أو لا؟ هل هذا الخيار موجود أو لا؟ ماذا لو كانت القصة إنه أنت خايفة إنك أنت تروحين، مو إنه هذا الشيء مش متوفر؟ يعني مثلا لما تقولين والله أنا ما أبغى أضغط على أهلي عشان ما يحسسني إنه كأنهم هم يقدرون بس أنت ما طلبتي. وأنا أعرف البنات، أنا أعرف طبيعة البنات، مرات يكونون يعني يشعرون بثقل على الأهل، يشعرون هم لا ما يبغون يطلبون، لا ما يبغون يطلبون. أنا أشعر إنه أنت في وقت محتاجة وفي عمر دراسة، وأشعر إنه إذا أهلك عندهم يمكن ما يعرفون إنك أنت تبغين، فأطلبي، أطلبي شوفي. إذا قالك والله ما نقدر، تقبلي هذا الشيء. يعني إذا أعطوك معناها ما يقدرون، يعني ما راح يقولوا والله بنبيع بيتنا ونقعد في الشارع عشان تروحين تدرسين، ما راح يسوونها، ما راح يسوونها. يعني أنت يوم من الأيام لما تكبرين ويكون عندك مدخول ويمكن تكونين ثرية وعندك خير، هل تبغين أبوك أو أمك لما يكونون محتاجين شيء يجون ويعلمونك، ولا تبغينهم ما يعلمونك؟ يعني أنت تحسبين إنه كل شيء أوكي، ولا تبغينهم يقولك ترى إحنا عندنا نقص في الموضوع الفلاني، ممكن تساعديننا في هذا الموضوع؟ فهذا هو شيء طبيعي، شيء طبيعي إنهم موجودين، إنه أنت تقدرين تطلبين، خصوصاً إنك أنت ما زلتي 20 سنة، يعني ما زلتي في كثير نعرف أنت أصلاً ضمن كارمتهم، يعني ما زلتي ضمن كارمتهم. ففكري في هذا الخيار، فكري في خيار الشغل، فكري في خيار إنه أنت إن هذا خيار أخير، يعني ما أحب إنه يكون موجود، بس إنه أنت تبحثين عن شخص متميز في القسم اللي أنت فيه، شخص متميز وقوي وشاطر وذكي في القسم اللي أنت موجودة فيه الآن، وتأخذين منه هذه الطاقة، تستفيدين من طاقته، لأن مرات الشيء ما له قيمة لما يحييه شخص. مرات التخصصات أو المجالات ما لها قيمة لما يحييها شخص يحط لها قيمة، ما لها أهمية. مرات يعني مرات في دول مثلا، في أماكن قسم معين ما له أهمية، لما يدخل شخص ذكي نابغة أو يكون قسم مهم، مجال عمل ما له أهمية، بزنس ما له أهمية، لما يدخل شيء واحد ذكي وشاطر ويقلب الموضوع ويسوي منه قصة الناس تبدأ تتهافت على هذا الأمر. فأنا أقول لك روحي دوري الشخص المميز في هذا القسم اللي ممكن أنك تستلهمين من طاقته، تعرفين كيف هو يشوف المستقبل، لأنه أنت المستقبل مسدود بالنسبة لك في هذا القسم. فأقدر أفهم أنه يعني أنه صندوق ضيق، بس هو صندوق واسع، فروحي شوفي هو كيف يفكر، كيف يشوف الحياة، كيف يشوف اليوميات التعامل مع هذا القسم. شيء مؤلم أنه أنت تستمرين في مكان تتألمين طوال الوقت، يا أما تغيرين الألم يا أما تغيرين الطريق. أنا دائما أميل إلى تغيير الطريق، دائما أميل. طريق ما مشى معك قفل الباب، افتح باب ثاني. الخيارات كثيرة وواسعة، والخير واجد والوفرة، يعني ما تتخيلون قد إيش الخيارات المتاحة لنا كبشر، لا متناهية. لكن إحنا كثير نحصر أنفسنا في خيارات ضيقة بسبب مشاعرنا، يعني في النهاية
ريم انا متاكده انك انت قاعد تحصرين نفسك بسبب شعورك، بسبب انه انت ما عندك الجرأة انك تطلبين من اهلك، ما عندك الجرأة انك تسافرين لمدينه ثانيه، ما عندك الجرأة انك تشتغلين سنتين لما تجيبين فلوس، لما ما عندك الجرأة انك يمكن تطلعين وتغنين ويمكن تشتغلين في هذا المجال لما انت تحصلين شيء بعدين تنتقلين للدراسه. كل هذه تعتمد على مشاعرك. توأم الروح وتوأم شعور كثير سألوني عنه، بحاول هاليومين أتكلم عنه إن شاء الله على إنستغرام لايف، بس خلوكم موجودين. ما رسالة إن زوجي ما يجلب لي هدايا غالية مع أن استحقاقي عالي وأهدي هدايا ثمينة دائما؟ أول شيء أنا ما أبغى سالفة استحقاقي عالي تدخل في كل قصة لمحاولة إثبات أحقيتنا في شيء معين، ما لها دخل، ما لها دخل. ممكن شخص استحقاقه جدا عالي ما يحصل هدف، ما لها دخل. ليش؟ لأن هذا ما يتناسب معه، ما يتناسب مع طريقة، ما لها دخل. شيء ثاني تقولين لأني أنا أهدي هدايا ثمينة، توقفي عن إهداء الهدايا الثمينة، بسيط الموضوع. من الآخر توقفي عن إهداء الهدايا الثمينة، إذا كان لها قيمة كان اشتغلت، بس واضح إنها ما لها قيمة. على الأقل يعني قومي بعملية توازن عشان تعدلين الموضوع. في النهاية أنت ما تقدرين تلزمين الرجل بالصيغة اللي أنت تؤمنين فيها عن الهدايا. ما تقدرين تلزمينه أنه أنا أبغى الطقم الفلاني في عيد ميلادي، أنا أبغى الهدية الفلانية في حفلة كذا أو في العيد. ما تقدرين تفرضين طريقة تفكيرك أو معتقداتك عن الحياة على الأشخاص حتى لو كان زوجك. تقدرين تقولين لا، انا اؤمن بهالفكره انه بليز انا ابغى هديه ثمينه في عيد ميلادي. يبغى يسوي يسوي، ما يبغى يسوي يعني ما تقدرين تلزمينه. هو حر يعني انه هو يحس بقيمه هذا الشيء او ما يحس بقيمه هذا الشيء. يمكن هو يحس بقيمه انه هو يحط لك قصر ويعيشك في قصر اهم من انه يجيب لك شنطه ب 100,000 في عيد ميلادك. كل انسان عنده نظرته في الحياه، ما تدري كيف النظره اللي هو. بس عبري توقفي عن هدايا الثمينة فور شور هذه، واطلبي بشكل واضح يعني، شوفي ايش يطلع معك. ليش احس بخطر في علاقاتي؟ لانه في شيء مو مفهوم، لانه في شيء مو مفهوم على مستوى العلاقات. وادعوك لحضور عقود الارواح، وعلى مستواك انت لانك تعيشين بمرحله خوف، انك تعيشين بمرحله خوف. المشاعر اهم من الهدف؟ نعم، المشاعر اهم من الهدف، لانه اصلا احنا نحقق اهدافنا عشان مشاعرنا. فبالتالي اذا كان الهدف اثناء الهدف تكون مشاعري سيئه، فبالتاكيد بعد الهدف راح تكون مشاعري سيئه. هذا الهدف اللي طريقه سيء، شعوره سيء، نتيجته شعورها سيء، حتى لو كان فيها لحظة واو يعني في النهاية شعورها سيء، ما راح يعطيني النتيجة اللي أنا أبغاها. عملت تنظيف، ظهرت صورة في ذهني تسبب في بكائي اليومين تقريبا، ما هي الرسالة؟ لما احنا نقوم بعمليات التنظيف احنا نشيل الطبقات طبقة ورا طبقة، ما اعرف اي طبقة انت توصلين لها، لكن ازالة هذه الطبقات تعملنا تنظيف، عملية تنظيف. أحد أشكال تنظيف البكاء، أحد أشكال تنظيف إنه أنت تبكي عشان تحرر الطاقة السلبية هذه. أحد الأشكال إنه إحنا نتصل مع أرواحنا فتحدث حالة الاشتياق، وحالة الاشتياق فيها دموع. فممكن تكونين شفتي صورة الروح تعرفها فبكيتي، وممكن تكون لا، إنها طبقة من الطبقات يعني حررتيها. كيف أكتشف إذا عندي غضب مكبوت؟ ما راح تكتشفينه في مباشرة، لأن الغضب المكبوت راح يكون طبقة من الطبقات اللي تكلمنا عنها، فما راح تقدرين تلقطين طبقة عميقة وأنت ما تحررتي من الطبقات اللي فوقها. فمهم إنك تبدأين بالأشياء اللي قدامك. ظهر الغضب، أوكي عالجي الغضب. ظهر الخوف، عالجي الخوف. ظهر العار، عالجي العار. ظهر الحزن، اشتغلي على الحزن. تلي كل واحد تشتغلين لما راح يطلع لك هالغضب، ما يصير مكبوت، يصير قدامك واضح، يصير أوكي أنا غاضبة، أنا معصبة، أنا أحتاج أشتغل على هذا الموضوع. كان عندي أحلام وكنت أشوفها كاليقين،
الحين دخلت مرحلة الرضا وأصبح أشوف أحلامي مبالغ فيها، بس داخلي شعور أنه راح أشوفها بس مو هالفترة. أعتقد أنك اتزنتي أكثر، أعتقد في اتزان أكثر. تأكدي أنه أنت تعملين، تأكدي أنه أنت في الطريق، مو أنت قاعدة تحلمين وأنت مسدحة في السرير. مسلسل المسيح شفتوه؟ شفتوا المسلسل ولا لا؟ ايش رايكم نشوفه بعدين نتناقش فيه؟ بس برضو خلونا ما ننسى انه ما كملوا فكرتهم، صح؟ ما نقدر يعني نفلتر الموضوع والفكرة ما اكتملت، نقول فكرة وبعدين يقلبون علينا في الموسم الثاني. تخلص من منافس الاعداء وتقليدهم في خطواتك، هو مؤشر جيد اذا في احد يقلدك. إذا في أحد يقلدك فهذا مؤشر جيد بالنسبة لك، يجب أن تكون فخور بنفسك إنه في أحد يقلدك، إنه في أحد يتبع خطواتك، إنه في أحد يسوي اللي أنت تسويه، إنه في أحد لما تروح يمين يروح يمين، لما تروح يسار، مؤشر جيد إنه أنت متفوق، إنه في أحد قاعد يعتبر إنه طاقتك قوية، إنه طاقتك رقم واحد، ففي ناس يبغون يكونون وراك، فما المفروض إننا ناخذها بهذه الحساسية. مفروض ان ناخذها كاشارات كونيه انه احنا في الطريق الصحيح، احنا ماشيين صح، احنا قاعدين نلهم الاخرين، قاعدين نوصل الطاقه معينه للاخرين، يعني طاقه التميز موجوده، طاقه التفوق موجوده لما يقلدونك الاخرين، فما المفروض ان نزعل اذا في تقليد؟ ما المفروض ان نزعل؟ هذا من ناحيه اذا انا الشخص المتفوق وفي اشخاص يقلدوني. طيب اذا كنت انا اللي اقلد برضو ما المفروض ان نزعل اذا في شخص يبغى يقل. ليش؟ في نقطة مهمة، فيه تقليد، فيه نوع من سرقة الحقوق، هذا غير مقبول، غير مقبول. يعني مثلا شخص يسوي شنطة جوتشي ويبيعها وياخذ فلوسها، لا، هذا غير مقبول وهذا غش وخداع ويتحمل كارمتها. او مثلا شخص يجي مثلا ياخذ الكورس حقي ويحط له اسم ثاني ويعرضه، هذا غش وخداع ويتحمل كارمتها. لكن في اشخاص ممكن انهم مثلا يقلدون الطريق، يقلدون الاسلوب، يقلدون الافكار بشكل عام، مش الانتاج الفكري او الانتاج اللي عليه القيمه، اللي يندفع له القيمه. اول ما بدات لما كنت في عمر 13 سنه كنت امسك كتب تطوير الذات، كنت اقرا كتب واكتب، عندي ملف اكتب فيه الاشياء الجيده والاشياء الرائعه. وأعتقد أنه أنا لو ما قلدت الأشخاص المتفوقين والأشخاص اللي أفضل مني في هذا المجال ما كنت وصلت إلى هذا الطريق. لذلك أفهم لما أحد يقلدني أفرح، ما أزعل. أنا أعرف أنه الإنسان لما يكون مبتدئ ما يقدر يكون مبدع، ما يقدر يكون من, 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 من الزيرو مبدع، ما يقدر، لازم يبني شيء على شيء بعدين ينطلق، لازم يبني شيء قديم على شيء قديم على شيء قديم على شيء قديم بعدين يبتكر الشيء الجديد. أما أنا يبتكر شيء جديد من غير لا شيء، إحنا أصلاً في النهاية كلنا إحنا تراكمات، العلم كله تراكمات من التاريخ ومن الماضي، إحنا أنفسنا كلنا أفكارنا تراكمات من بعض، تراكمات من بعض. ليه تبغى تحضر اللايف؟ لا، عشان يتأخرت صح؟ نسيت أختم لأنه انقطع عندي. والله الناس يرحبون فيك. هيا عم الله. هذه هي فكرة موضوع التقليد. أنا فعلا تأخرت، عديت أكثر من ساعة أصلا عشان فصل الإرسال الأول. طيب بأخذ آخر سؤال عشان خلص. خليني بعد بقول هذه الفكرة مهمة جداً، لأني أعرفها جيداً مرات، أنه الأشخاص اللي هم يقلدونك أنت قد يكون عندك خوف أنهم هم ياخذون الـ يمكن أنت مثلاً ديزاينر، يعني تشتغلين مثلاً في البيوت وتضبطين البيت من الداخل، عندك يعني ذوق خاص في التصميم، فتحسين انه تنسرق افكارك، بعدين فجأة الناس تروح عند هذولاك ويشترون منهم ولا يشترون من عندك. او مثلا انت تصممين ملابس فتصممين اشياء فتحسين انه طيب لما سرقوا او لما اخذوا افكار من عندي، طبعا
مو صح انهم ياخذون كل الفستان، بس يمكن ياخذون فكره في الفستان، فكره يعني جزء مثلا الحركه اللي في الكم او الحركه اللي في الخصر او كذا، اوكي هذه مقبوله بس مو تلقط كل الفستان. فاذا سووا هذه الحركه تقول طيب هم اذا اخذوا كذا وانا سمحت لهم وقلت اوكي، معناها الناس بيروحون يشترون من عندهم ويتركوني انا، يعني مع اني انا المبدع، انا الشخص اللي اختلقت هذا الشيء او سويت هذا الشيء. احب اقول لك انه انت لازم تتبهين انه انت تطورين من نفسك، تطورين من نفسك، معنى انه انت ما تقدرين تمنعين الناس انهم يقلدونك، لكن تقدرين انه انت تتطورين. الفستان هذا، الفستان هذا اللي 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 انسرق فكرته او جزء من فكرته اعتبريه قديم، سوي فستان جديد. بيلحقونك صدقيني، صدقيني بيلحقونك. يعني خلي اقول لك على سبيل المثال في مجالي انا، فكره التنظيف تكلمت عنها من أكثر من 3 سنوات، وأنا أروح وأجي وأطحن وأتكلم عن موضوع التنظيف لوحدي، كنت في الساحة أتكلم عن التنظيف لأني مؤمنة فيه، لأني شفت أنه تطوير الذات اتجه إلى الجسد الفكري وأهمل الجسد المشاعري، وأنا إنسانة مجربة، أجرب أتبع أجرب أجرب، لما ما ألقى نتيجة أغير أطور أبحث عن شيء جديد، أخترع شيء جديد، أكتشف شيء جديد. فالآن الناس صاروا يتكلمون عن التنظيف، الآن الناس صاروا يسوون، المدربين صاروا يسوون كورسات تنظيف، صاروا يتكلموا عن التنظيف في اليوتيوب، يعطون أشياء تنظيف مجاني. فرحانة جدا، فرحانة جدا، فرحانة عشاني وعشان الناس، عشان الناس تستفيد، بس جدا فرحانة. وأخيرا وأخيرا تكلموا عن التنظيف وأهمية التنظيف، وأنه الإنسان ما يقدر يتطور إلا لازم ينظف ويشيل ويحط ويغير هذه الأشياء. الآن أنا أتكلم عن التنظيف، لا الآن أنا طورت في الموضوع، الآن أنا انتقلت لمرحلة أخرى، قلت المرحلة أخرى نتكلم عن أشياء أخرى، بس أنا زلت موجود تنظيف، كل كورساتي موجودة. فهذا هو التحدي، إنه أنت لما الناس يؤمنون بالفكرة ويلقطونها منك يقول أوكي هذه تنجح، هذه تشتغل مع الناس، أوكي الفستان هذا يشتغل والله تصميمها قوي، خلني أسرق تصميمها، أوكي يأخذ جزء من التصميم. أنت خلاص التصميم هذا بالنسبة لك قديم، أنت تقدرين تجيبين تصميم ثاني، انت شاطره، انت تقدرين تخترعين شيء ثاني، انتقلي للتصميم اللي بعده للمستوى اللي بعده. هذول الاشخاص موجودين عشان يطورونك، صحيح انه فيها قسوه مرات وفيها تنافس، بس موجودين عشان يطورونك، عشان انت اوكي تنتقلين لمرحله اخرى وتطورين وتطورين. انت مش من مستوى، هم مقلدين، انت مطوره. اخر سؤال، زوجي يحب المثليين وطلع ولدي الثاني نفس ابوه، هل في عقد كارمي وما هي الرساله؟ انت ما كلش ما فهمتي الموضوع العقد الكارمي، يعني انت مركبه قصتين على بعض، مركبه قصتين على بعض. يعني زوجك عنده يحب المثليين ولك طلع نفس النتيجه، عندك طريق لازم تشتغلين فيه، تروحين تبحثين عن الاسباب، عن الجينات، عن الغذاء اللي ياخذونه، عن مخلفات الطفوله لكل واحد فيهم، وتمشين في الطريق. وين توصلين ما اعرف وين توصلين. العقد الكارمي هذا موضوع ثاني تماما، ما له دخل في القصه اللي انت تحكينها، لكن عندك مسؤوليه، عندك دور على الاقل تجاه ابنك. يمكن زوجك يكون خارج يعني عن قدرتك، عنك انت تحكمينه او تطلبين منه انه يروح للطبيب او يروح مستشفى او يعدل غذائه او يتابع عند كوتش او يعدل شيء معين او ايا كان، لكن على الأقل ابنك عندك، شفتي هذه الميول، لازم من الآن أنت تشتغلي عن الموضوع وتشوفين الموضوع جاي من وين، الموضوع القصة جاية من وين. إذا أنت تبغين رأيي، أنا رأيي إنه القصة ما زالت مبهمة، قصة ما زالت مبهمة، وكل ناس يؤمنون بفكرتهم تجاه المثلية، كل أشخاص، كل زاوية، كل فكر، كل معتقد، كل صندوق عندهم فكرة مؤمن فيها ولا يبغون يناقشونها. يعني في شخص يعتبره مريض، في شخص يعتبره أوكي، في شخص خلاص عندهم مجموعة من الفلاتر اللي مؤمنين فيها ويتعاطون فيها. أنا بالنسبة لي أعتقد إنه إحنا مضللين، لذلك ما أعرف وش الجواب، ولا وجدت في جسد يعني شعرت بعدم الاتساق معاه عشان أبحث عن الموضوع أو أفكر فيه أو يعني أقلب الموضوع، لكن قلت وما زلت أني مستعدة أي شخص
ما عنده اتصال مع جسده ويحس انه هو موجود في الجسد الخطا، اني مستعد اني اساعده لكن يلتزم زي ما نقول التجربه كامله، اني انا اعيش مع التجربه كامله عشان اشوف النتيجه اللي راح اوصل لها. وقتها اقدر اقرر، وقتها اقدر افهم ايش الموضوع، ايش الموضوع. كنت قرات تعليق لواحد من الاشخاص بعد ما نزلنا دوره الدماغ الرئيسي اللي هي كانت انا والدكتور باسل، وكان عنده ميول، هو شاب كان عنده ميول، وقال انه تغيرت ميولي بعد الدوره. يعني ما تحدث بشكل شخصي بس قرات التعليق، ما اقدر احكم حكم كامل ولا اقدر اناظر الصوره بطريقه واضحه. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من لقائنا اليوم. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل. تصبحون على حب.